إذن أعزائي المشاهدين، تغطيتنا متواصلة عبر تي في بازيرة لتغطية نهائي دورة سداسيات درة الفيحة الدورة الأولى في نسختها هنا على أرضية ملعب درة الفيحة. يسعدني ويشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف الكابتن عبد الله الكثير، أحد منظمي هذه البطولة وأحد أعضاء اللجنة المنظمة. بداية كابتن عبد الله، نرحب بكم ونمسي عليك عبر تي في بازيرة. الله يحييكم، مرحبا بكم وعلى ملعبكم إن شاء الله. كابتن عبد الله، كيف شفت مستوى تنظيم البطولة والليلة الختامية على وجه الخصوص؟ والله هي كدورة يعني اجتهدنا فيها في البداية ان نخليها دورة حبية وحلوة ان تطلع بافضل صورة، الحمد لله يعني مجهودنا طلع اليوم وبان الدورة اليوم طلعت بافضل مستوى الحمد لله. كابتن، كيف كان تفاعل الفرق معكم كلجنة منظمة؟ والله ساعدونا يعني ما قصروا ان شاء الله، يعني كنا متعاونين معاهم، كانت الدورة زي ما قلت لك انها حبية يعني، فاجتهدنا ان تكون يعني زي الاخوة بيننا وبينهم، الحمد لله يعني طلعنا بافضل صورة وطلعنا حتى تعاون الفرق انهم هاي ان شاء الله في الدورات الجايه حيكونوا متواجدين معنا. يعني الكابتن محمد الحازمي يقول بن عبد الله رفيق الدرب في هذه البطوله، متواجد من بدايه البطوله الى الليله الختاميه، يحضر مبكر ينصرف متاخر، ما هو تعليقك عن هذا الامر؟ والله هو في النهايه برضه اخوي عزيز وغالي، وهذا الكلام يعني طلع من اخوه، وانا اجتهادي وحضوري كله عشان الدوره، ابى احاول ان اطلع الدوره بافضل صوره تكون، والحمد لله يعني قلت لك مجهودنا اللي بذلناه الحمد لله يعني ارتحنا ما شفنا الدوره طلعت بهذا ايش؟ النموذجيه وهذه الحلاوه اللي طلعت عليها اليوم. كابتن عبد الله، سعداء كثيرا بتواجدك معنا، كلمه اخيره تنهي بها اللقاء. الله ما قصرت اليوم، الحمد لله يعني ساعدتونا كثير، وما اقول الف شكر لكم، ان شاء الله باذن الله البطوله الجايه وان شاء الله الدوره الجايه تكون معنا باذن الله. شكرا لك. مرحبا بكم، الله يحييك.